صباح الخير. طرشين قدام حق بيت قوم كبير وقال والله ما لقطنا حد هناك. مقرود مقرود هالبنقالي ما حد اقرد عنه. صباح الطبيعة وصباح الشيء الزين. ابو محمد السلام عليكم. صباح النور. Good morning. كيف الحال؟ How are you؟ هلا. هلا الشيوخ. كيف الحال؟ أنا بخير وسهال ورقت هذا الفنان تقريبا 9 ساعات. تسع ساعات متواصلة رقدت الرقدة رقدة اللي الطيح اللي يقولون عنها طيحة حمالي وخمدت وحدة وأصبحت بخير وسهالة وتريقنا وعينت من الله خير ومحسن ياسر عحيل وكل شيء زين. ابتدأ موسم اللوز، شفتوا مسوي فحوح فحوح اللوز حر موت ما لستويه بتغدي علو علو معلو. ها آه شو رايك في الجو؟ طف ها هذا جدا هيا فكيا هيا فكيا ها هذا المنصوري جاي برطب حقهم هلال بيصير عندهم عرس المدينه. وين اللومي اللي قابلنا؟ يا بيبو يبي يبي يطلع من الطاولة. حليلك ها كل اللي زار عندنا هني نزل تحت ما شاء الله ما شاء الله. هذا ابوي ها هذا لومي المنصوري هذا تشوفون. لا لا يا رجال هذا انت هذا تاج الظنبع. يا سلام سلم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا ابو زار انه كله في بيته طيب ما شاء الله جزاه الله خير. كان ابو زارع في طرف بيته ابوي يمكن 100 لوميه 200 خلا 200 زيتونه من كل ما تشتهي النفس وينتج الدنيا والدين. خلك ترزع هنا ما تتودى بقعه البارحه قردتنا يعني الله يقردك كل عندك رعد بيديك وريولك وهناك قوم مرزوق شب اسيلهم محسن روح هذاك بيتهم قوم مرزوق على هواك. صغار يصور عمري في الموقع شفتوا عادية ابدا كالعاده دار ما بمصلوح توه مصلوح يا غير راشين بنوره قبل كلي تبدي يلا ويلا يلا هذا وياي قم مرزوق توهم بوي واعي مرقاد مرزوق يوم تقول له ترقد وايد قال شو عندي جاي نرتاح حسس اني كاني يكد الملح هناك في ابو ظبي تارك حتى في ابو ظبي تصبح وتمشي لم بخور متقاعد من 40 سنة وهو عمره 55 أنا أبوه حد يقاعدون عمره 15 صاحي 16 أنا ما شاء الله عليك يا أبو عبد الله. أبو محمد ليش ما شيء مظلة ما أريد تاني يا أبو كان أروح مسوي لي رب العالمين تان من بياضي أنا تان هاك شو بانوش قوم مرزوق عليه مظلة ها الحين بانوشنا ابوي بلي مظله يا حاجي ابنه نص النهار يا الله عاد مقواها ضربت الشمس الحين لكن حلو 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 ما شي احلى عنه هي والله هي شبت انت توني بعد ها بدحة رخبيله ودرت ربيعاته اصبر اصبر هنا بني طالعها والله زين شلها هلال عود لو صغيره ويني حليله بتموت يا الله يا الماواه يا البارحه الطوير زخيت بيدي كلي كبدي بتعافى هم ويوني كلي كبدي هذا مستقبل بس هو قبقو من الكبار كان الله خلاه شوف ما شاء الله
ميتات حليل شو بحيث قال طايح هاي نقول بحر صلاني هذا البحر صلاني بحر صلاني هذا البحر صلاني طايح مرة صفو جايين لك مدرس بعد هذا عاده ها شوف تو مخضر عاده هذا هذا الحين ما بصلاني هذا ما تروم تشوفه الاسمكه اللي يفرق وقت الصيد الصفو يوم الماء يصفو ها على ما تشوفون تشوف هالاسمكه شوف العين وتتنقى شو تبغى وتصيد صيد صيد اليد بالصيد يعني حق القواصة المكان هتعرف فيه سمكة الفلانية تغوص له وتصيد اللي تبغى منه يا غير يوم الماي مخضر شوي يرتي البحر ولا مدلخ ترى هذا زرع الله وعلى الله اضرب شيار صيد أرانب علم عند الله وين شو اللي بيجي قدامك بتلقفه شراد جهنم شراد جهنم تاكل كل شيء الخضر واليابس فلذلك بعض الأحيان الإنسان يتوفق توافيج من الله سبحانه وتعالى ساعات المناجف كلهن هوامير يجون يغوصون عيال حلال الله يحفظهم سعيد ومحمد هاي بقعهم اللي تشوف المناجف والمياف اللي تحته كلهن هوامير ريج مرة ضك البر ما ببعيد عن البيوت سبتي بوي يأمنون على عيالهم يشوفونهم شوف العين أكلها بوي بيوت هوامير كلها بوي مساكن الهوامير وبيوت ومناجف وبقعدت شيء بودريشة شيء بودريشتين شيء صالة وغرفتين شيء هامور هو عياله شيء هامور هو يعني الدنيا مطرجة يا الله يحفظكم سوالف ايه حاتي البشرة حب شرس هاك لا نوع من انواع اليراير هب رقيطي الابيض هذاك البارح انت خبرتني عنه شو ما شاء الله شو ما شاء الله البدح والله يا بكم تو مظهرينها نيت حر شفت راسها من بعيد والله اني اتحراها هديبه راسها من كثر ما شاء الله ما هي سمين الحمد لله تو هذا الحين يصير حتى دقيقتين ما قدر الحمد لله زيد نعمه هذا يوم يقول صفو هذا الصفو اللي يفرونه تشوف الصفو ما شاء الله ما شاء الله محمد ابو محمد لا لا انا ما في بتغوص غاوص انت وربعك انا بيس اطمش عليكم انا يوم بتني الحروره ابوي ها برش عمري هذا البالدي ها من انا سبوي الحروره ها شي خير عندي خير يا في ذميه لا تحل حل هلال وقال والله بتسوي تان اللي هالنمونه ينبه بتان ها ابوي تان رباني صبغة كواليتي مال أول الله تان تعرف وين حتى أنا منا وفينا غرب الله تهل الفلبيني هذا هو المال تان الفلبينيك هذا هو اللي يصلح له التان ما شاء الله هي غطي ويها يا الله ما في النار بارد يا أبو محمد ما حد ما يبى العذاب زينك يا البحر ها شوفوا عقلاي انها صافي تتم الصبح شو لاصقه في لساني من الاغاني خلاص لا 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 شو 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 سمك يا رب اسمي هييم هييم هلال اختفت يا ربي شوف الصافي يا ربي هذه الحق ما تلحق هلال والله نهي اختفت يا ابو محمد
لاصقه في لساني من الصبح اغنيه بالخير. وش وش كدر لي مزاجي، هي 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 وش وش صفاء قلبي، وش وش كدر لي مزاجي. عاد منو يتذكر هالاغنيه؟ الطيبين ايام الليجرلند اللي في نادي النصر الاول، هذا ايام الطيبين. ومن الصبح لاصقه في لساني، هي 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 وش وش صفاء قلبي، وش وش كدر لي مزاجي. شوف الله عليكم هالاغنيه. هبسن العام يوم كنت في مصر، صرت عند ريال موصلني من مكان لمكان من هالامارات على الله يحافظه. وش لكم انتم عنده فلاش ميموري وكل اغاني بالخير الاوليات، رجل مثقف دارس فاهم تبارك الرحمن، وكل اغاني بالخير الاوليات. يا ربي عيشني وطر السبعينات يوم الاول نسير لجرلاند، انتعنا من ابو ظبي لين دبي، والطريق كل دواوير من سيح شعيب وساير. يا الله كل دقيقة دوار، يا من دوار بدوار طحن أمة لا إله إلا الله، اللهم لك الحمد. وطول الدرب أبوي هاك الأيام عايشة، وغذاها الروحي فناني أو ثلاثة منهم يعني ما يخصني في الباجي، ما في حد يصير يقول لي بلاك ما طريت فلان، لك أطري بالخير عبد الله بخير من الاوليين عاد اللي عاش هاك الوقت. اطري الفنانين هالبسيره واليه ما اطري انا، المعقدين بالرغم الجليل هاك الايام، المعقدين اللي الحين ظهروا البارح واليوم، ها قوم كخ وتف وقع وكخ وتف وقع واخ وتف وقع، هذا الحين ظهروا. ولا قبل ابوي جليل جليل، كل انسان ابوي يمشي بحال سبيله وبالخير ما شاء الله عليه، هاك سنين في كل عرس في كل عرس وكل محفل يا الله يحفظه. ما تشوفون الله ما تبجل وغادي صحته ما شاء الله تحرى ولد البارحة شمنة، حتى اللي ما عنده شيء يصير يغني في عرسه، حتى اللي ما عنده يقولهم بوي بس عشوهم عشوا الفرقة، واشهد ان ساعاتي يدق عرسين وثلاثة واربعة يا الله يبارك في صحته وبدنه بالخير. هي والله عبد الله بالخير انسان طيب ومن اجود الفنانين الاوليين، يعني من هالدار يعني جماعتنا الطيبين ان شاء الله. دارس موسيقى ومتخرج ومغني حق فهد بلان، فهد بلان هو بليغ حمدي ما يسمونه هذاك، بعد وايدين يعني اللي غنى لهم وغنوا له، وكان يعني بعجوبه الزمان، وكان وياما انسان ضحك، وياما افرح بيوت، وياما ادخل السرور في كل بيت، وياما زف عرسان، هذا كل لازم ما ينساه لا والله، يعني الله يحفظه ويطول بعمره. وهو غيره أي إنسان ساعد إنسان مسلم في وقت ضيج، وقت إنسان محتاي وفتش عن كربته وفرحه وادخل السرور في خاطره، كم له من اللجر هذا، ماشي إشارات إدخال السرور والبهجة في خطر اللوادم، ماشي إشارات هذا ما له من يوازيه غير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو قادر أن يكافي هالآدمي بأفعاله هاي الطيبة. نعم عيدون الأغاني الأولية هاي، صفصوف الله لا حلك تاكل زرع اليتام، حلفت أنا ما أكلته هذا شور الحمام، هاي من الأغاني القديمة. وهاي ترى على فكرة هاي مش كلمات بالخير ولا غير بالخير ولا فلان ولا علان، هذه بوي من التراث القديم، من التراث المقنى، من الأوليين اللي غنوهن الأول، وغنية وقوم علاي وما علاي، هاي أشي وايد حلوة الأول، والناس تطرب لها وتفرح لها. الحين اخ وكخ وتف واع وكخ وتف، هذه مصيبه الحين ولا الاول يا ابوك، حتى تفرح يا الادمي من تسمع هالاغاني الفنان الاوليه وتتذكر الماضي الجميل وتعيش وطر، يعني اللهم لك الحمد. الناس وفنانيننا ومطربيننا وهل بالخليج كلهم خير وبركه، يا غير بالخير شيء اخر. نعم بالخير شيء اخر، وهنا مظاهره لا تتكرر مثل سونامي يوم يضرب في بلاد، سوى صيت وسمع دهر، شو حينه ما حب يطري سونامي. والله اني رمست رمس ما شي كثر عنه بالخير، نشب ويه ولبق تليفون حمر هذا طواري، وانه وكان حر، هذا انا اقول حر من الوقت من الجو، هلال يقول لا حر من كثر ما رمسته، وانه معقول تليفون حر من رمسه؟ ما انا قلت لا اكيد انت غلطان يا هلال، مستحيل يعني حر من رمسه. اهلا الشركه ما تشتكي علي، تشتكي علي انا ليش؟ السناب ماشي ترى ارمس العرب
شو اسوي عاد؟ اندمج عاد انت. اندمج بلا انا ما اندمج. مقدم جاب لك تسوي اي والله العظيم. المصري هني. ها؟ جواز المصري. ادري ببراي حد يزخنه ولا شيء ياته. يكون اثبات شخصيه عندنا. يقول ايش عنب هذا جاي تهريب. اقول كم فاللي يبي يعيش وقته اللي خطف يتذكر وقته الزين هاك الغاوي مال السبعينات والثمانينات علي ابويا يتذكر ابويا غناء بالخير وغناء بالروغه قوم حارب حسن وجابر جاسم جابر جاسم عاد هذا حدث ولا حرج اللي ابوك ما يعيب غنى جابر جاسم الله يغفر له هذا ابوك ما يعرف للفن ولا يعرف للترتيب ولا يعرف للعلوم الطيب ولا يعرف الشيء الزين كله نعم والله حاشي وايد جميل القصيد الاولي ما شيء شراته وليه الاول يفرق تستمتع ما بلا القصيد اللحن ما شيء غني لحنها شرات الثانيه الحينه ألف قصيدة يا غير اللحن واحد اللحن متقارب خرب الله تعدوك يا إبراهيم جمعة أظهر أظهر يا إبراهيم جمعة وين عطائك الأولي وين شغلك الأولي وين ترتيبك الزين غنى لك أبو بكر وغنوا لك أم محمد عبدو ومح هيور والألحان الوطنية الأول ما حد أظهرها إلا أنت أنت والخاجة هذاك شو اسمه إبراهيم أحب محمد ابو محمد الخاجة نسيت اظني مسوى مال تحية العلم جنة الحين ابوي مخلوط الحنين بالرقى غير اللحن واحد والاغنى ما شيك القصيد ما شيك كثرة ها؟ هي والله انا طالب الجهات المعنية تصير ابوي تقبض ابوي ابراهيم جمع من يديه وتقول لا تصير لا شرق ولا غرب ما لك رخصة الباجي من عمرك الباجي من عمرك تقضي تسوي الحان لبلادك ما شي رخصة يوم واحد غرب الله تلبال العام لقط متنبي في استراليا ويالس يعرعر من مكان لي مكان هي لسقر لحن وينك انت هو الاولي بعك في راسك حب ما انطحن فنان وراعي سير ونكته وعلم وخبر وشياك ارتقمت لا والله الله لا سامحك انك ما ترد تعطينا العطاء الاولي بكل ما تملك من قوة هب تقول ما قلت لك كل بيدعي عليك ما رديت تتلح انشارات الاول واشد جو الفنان يبالي وينه ما شاء الله من الكبار بعد زين وين عاد عنده زين ولايف ما اشوف ولايف ابو محمد عنده وليفه وحده بيضة هالسنقيس اللي تشوفه بيضة ويا وحده ثانيه رماديه هو حين يوم ياخذ وحده له هنتين هذا ولا شرات الاغراب ولا هذا ثات ميت وتم هالنمونه الله اعلم بعاده اللي عند الجواب يخبرنا عن الخصيفي يعني بياخذ حرمه وحده لو هنتين لو ثلاث ارد علينا ابوي الاخبار شوف الحين الخصيفي ياكل على السيف اللوها فقيره تجيب اكلها من الغبه ما تاكله تعقه في حوصلته وتبوي على السيف تنثره وتاكله وتعطي عيالها يندس بينهن الخصيفي فلذاك يقولون اتيبها الغبة اتيبها اللوهة من الغبة وياكلها الخصيفي مع السيف شوفوا ما يصير ولا يتعب عمره عياز ما حد عيز عنه في الدنيا العودة ما حد عيز عن الخصيفي ولا يتعبل في أكل ولا شياته وذاكي غرب اللات من الجارب فهد مسير يومين هي والله يجيبها تجيبها اللوهة من الغبة وياكلها الخصيفي مع السيف هي ترى هي اللوهة تجي مع الأكل في الحوصلة عندها وتزوعها خاري وتطعم عمرها وتطعم عيالها ويد هذا اللي بتفيج وياكل عنهن الأكل الحين سر زين روحك سر يجيب لك أكل يا حلال ما أكثر السمك تحت رويلاتي صغار هذا عيال بدح جنهن ولا هلال عيال بدح ظني لو في تايلند
جابوا لهن شيء ويلوهن ويبسوه كلوه. هرب الله انتم في تايلند. ها؟ حليلهن حليلهن. هذا الله فك الله فك ال الوادم اللي يزخون الامهات. هاي هاي ظهرن العيال. هاي كم ما زخوا امهاتن وكلوا بيضهن هذا ابوي يظهرن العيال. ما يخصني عادة. الله العظيم ما في انا يا ابوك ما في على الصدع وما في على الديان. اي والله الاول يخطفن بالملايين. اللي يقول لك يعني يقولوا والله كيف الصيد هالكثير ونحن ابوي هذا الا شوي. شوف ها شو وين طار. شوف احلال. شوف الخصيفي وين اشتل. ايه فداعت الله زيغت مبونا خاتل. بسم الله ايش هاللي يقبل علي. اقولكم ليش ما اصور عمري انا. يقولون ابوي صيدكم جليل. زين ابوي نحن ما نكد البحر. نحن ما نبيع. نحن ما نبيع. نحن ابوي نجيب ودام ودام قس بيت يعني بيتين ثلاث بيوت يرانا. يوم يوم نحصل شيء ترى مزرة ثلاجات ويون ابوي يشلون. ها ليش؟ اقولكم فنحن ما نكد البحر. هاك السنين الاول هاليتهم هني قوم محمد بن سيف على الله يحفظه وحياه سالم يعله الجنه وعيد بن سيف ثلاث اخوان ابو مرزوق وهلال وعمه وعمه الثاني. هاي ابوي الاول يكدون هني هالمكان كد ويشتغلون ويبيعون يشترون حالهم حال الاوليين كلهم. الحين ابوي اللهم لك الحمد الله اغناهم عن البيع والمشترى مكدة البحر. الله ارزقهم الخير. الله سبحانه وتعالى ارزقهم الخير من عقب ابوي امر تخصيص الاراضي التجاريه والمزارع والفلال والدنيا والحمد لله ودروا ابوي مكدة البحر والغربال والتعب حق الناس اللي توها ظاهره اللي ما عندهم شيء يبون يترزقون. الله فتحوا لهم مجال. فتحوا مجال الاول يوم ما عندهم شيء كدوا البحر وتعبوا. الحين ابوي يفتحون المجال للي توه مبرج توه بادي ماخذ البوينيش ولا شيات يبي يترزق. الله ما ينكر حال ولا بعيب ولا بمنقود ولا بعيب ولا بمنقود. يعني والله من صدق اتكلم. الحين اللي عندهم ابراج وعندهم ناطحات سحاب يزاحمون الفقير في رزقه. هذه مصيبه. واخص بعد هاي التجار مال اللي يبيعون حلاوه ما حلاوه ما ادري شو. انزين انت الحين عندك 14 شركه و600 صالون و600 دكان وبعد تركضين الدورين 50 ربيه صحن حلاوه و70 ربيه بتيفور و70 ربيه ما ادري شو كرواسون. والله اني اخيل فضيحه فضيحه انك انت انسان. طيب خسيفي وين صار؟ طيب وين وقف؟ طيب وين حل؟ هي والله كيف يعني انت الحين انسان عندك ناطحات سحاب وتيلس تزاحم هالبنيه؟ بخلي هذا الشيء حق الارمله حق اليتيم حق الانسان اللي تو مبرج على وجه الدنيا. ان والله اني اخيل ادخل في حسابي يكد علي البيب البيب يهد البيب بكبره يهد. وانا ايش اسوي؟ ابيع فستان ولا ابيع ولا ما فستان عراس يجرنه؟ انا ابو شتي معرس من سنه دقيانوس وتجرين فستانك لين اليوم وعندك مال المؤمنين والمؤمنات. اظهرت لك التجاريه ما اقتنيتي، اظهرت لك الصناعيه ما ودرتي، ما انا ابو شو كله تعالى كله خلينا سد الدنيا. وانت والله يا ابو محمد ما عندك مونه قابض يخورط عليك هذا. ها 90% مستكله كذا. انا بتكلم معاه شو تتكلم يا جاي؟ مش هيك تكذب عاده؟ بمزين؟ اي شو هذا؟ عندك حضارة 3000 سنة. شايف 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 انت مع حضارة 3000 سنة؟ قول حضارة. 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 بس الإنسان اللي ما يعرف يلفظها كيف يظهر منها؟ بلا بلا بلا. أخرج بالناحية. أخرج بالحضارة وخلي الحضارة لها لا. خلاص. يلا. تيست خورط على الوادم بس عادة. صرت بتقول مرزوق؟ روحت قال لي قال خلاص إيه. رحت حافي ولا بن عال؟ رحت حافي وتلسعت في الليل قبل كذا. هاي علاج الارض الحاره علاج والله والله. طيب انا
لا اتلسعت العلاج ايه دلوقتي؟ كنت رايح ولا كنت رايح اقعد في حمام شمس ولا كنت ماشي؟ ايه مش هتقعد تسعى ايه انت بتقول حضاره وحضاره 7000 سنه؟ سؤالك شو توا؟ تلبس ايه؟ بقول لك هلبس تيشيرت كات. تلبس كات الحين بنصير نصلي الجمعه تلبس كات؟ سر يلا يلا احنا الله تصيرك هل تلب اللهتك تونا نرمس الحضاره 4000 سنه ما سبت ما شو قال وحين اروح البس الكات حروح المسجد مسيد كات ودر كل لبس عنده بيلبس كات حق يصير المسيد والله العظيم يا محسن يعني هاتف في نيسان اللي يعني ايه حلو ولا وحش مش فاهم تشكر ولا تحب والله شو بقول ومحمد عنده الجواب ها محمد مرتب محسن في نيسان اليوم زين شو حسيت هذا من مصر جبت البحر هني ايه ما شاف ابو ظبي زين اي والله اقول لكم نحن ظاهرين قلت انت انت حتوديني وسط البلد قلت ان شاء الله ظهرنا يومين هيك دي وسط البلد ايه ده اللي انا بشوف التلفزيون حاجات ثانيه قلت له تصير ابو ظبي الحين انت داخل انا كده في الصحراء مش وسط البلد صحيا صحيا نحن نزلنا الله يحفظكم لحظه ابو محمد شيء تحقيق مش داخلين احنا بندخل صبر هاي فعايل منو منو مالته هاي لا منو شارب منها كيف بتاعتي طبعا ليش عادي يا محسن حد بيشرب بيبسي غيرنا زين ليش عاد تخليها هذه وليش شارب النص ليش شربت بس النص الزوالت بعد كده ها ريدي يلا خيل ابليس ايوه شوف ها شوف شو السمن ايوه ايوه هذا هو السمن ليه في الدنيا كلها في حب السعر مساسي البارحه هذا تشوفون البسار حينه يقول وايدين حمان اكله وهو اخير بلح بالحل اخير بلح بالحل بسار محومض محومض غبي كانك شاخب عليه لومي ما بين ما شاء الله بديحات كبار والله بديحات رقم واحد ها محمد هاي دسها تحت هاي دسها نار حطها تحت البسارة عشان ما حد يشوفها عيد السلسة محرقة فترة هذه أظل هذه بدلها روحها تحت بس ما حد يتسلط على اللي يتم في خاطري إلا مرزوق ما شاء الله تبارك الرحمن نعم الله الحمد شكرا سميت والله ها محمد؟ ها؟ شو هاللي قاطف تحت كلش يا محمد سمين شو زيادة سمين محمد؟ كلش سمين سمين كلش اليوم كلش ما شاء الله ما شاء الله يلا شكرا هنا غير مشواي في مبلاي في شريه وصلنا زين يلا ابو عبد الله لا يفوتك لا يفوتك غير نمونه اليوم غير نمونه السمن اللي في الدنيا كله في السمك والله يتاوى تقطر والله الزحم شحوم والله انا عذب ما تحكت والله يا ابو عبد الله اني ما امزح لا والله اني صادق هذا ابو يابينا حق سعيد بن محمد القبيسي يعلمون الخدمه هذا فلبيني هذا بقول لكم قال بس ما زين البنغالي يوم يتخقق على الهندي يعلمه يوم يتخقق على الفلبيني لا مره ثانيه شو قول له My friend, this one throw on the table, yes. But okay. Which language? English. Okay. One more, one more. Told them. Yalla. Please, Hi, French. My friend. Hey, yalla. You're the ham, you're my boy, Philip.
قال ظهر قرطاسه ثانيه. هذا من لحم ابوي المزروعي اللي جايب لنا الاسبوع اللي خطف. كم ذبيحه جايب؟ تعال زين. كم ويبه سويتن؟ كم ويبه؟ كم كيس يجي؟ 6 كيس. زين اظهر لنا ابوي كيسين. نحن ابوي اللحم بناكله ما نبي نتروحه. شوف بعد بتشوف بعد العيش يشوفون فيه ترى عيش بدق طبول. محمد ترى هذا الصحن من الصحون يا وين؟ هذا الصحن المغربي. لا والله إن من الصحون. تعال يا الحرامي هذا من الصحوني. هذا تدري ثم تاخذ منه متليوتين عليه من العام الاول. يلا وليش جدير هالكبير؟ ليش جدير صغير؟ عشان اول سو بسال هذا هي هاد بصل عشان ايش خلاص بصل ما يقدر. هي على اساس انكم فهمتوا شو قال. ايوه يا سلام يا سلام يا سلام. ثانك يو محمد. بعد عفوا اي انا قلت ثانك يو. كم بيبي في محمد؟ واحد بيبي عندك؟ بس واحد. وان بيس وان بيس. محمد ليش البصل يطلع خرسان؟ ليش ما بحاف؟ ها؟ ليش ما في يابس البصل؟ بصل لازم يابس. هذا سمسم خرسان؟ لا ما في خرسان. لازم حاف يابس يجي. لازم تحت العلاقة يابسة. أسود. أسود ال... شو بقول لكم؟ يلا. أظهر اللحم أنت أظهر كيس زيادة. إيه. أظهر واحد كيس زيادة لحم. إيه. ها محمد وحط له ملح وكركم وخلي دخل مش خلا. لا ممنوع ماي. ممنوع ماي بس شو ركب؟ حط له ملح وكركم وحطه في البشخله. من يصير محمد جاي من يصير حطها هالنمونه زله روحه في المشخله. من يصير يفتش عن الملح من يفتش عن الثلج من يفتش عن الثلج حطه داخل المشخله وحط عليه ملح وكركم وجولب وخله في المشخله. ثلج ملح كركم اوكي ثلج يروح خلاص اوكي. حط له لا تغسله ما يسوي غسيل. أوكي. حط له ملح وكركم وخله داخل مشخله. اوكي فهمت؟ اوكي ثانك يو. دمك يا سيدي دم الرطب. والله دم الرطب. انت صدق يا ويلك من الله. والله انت شو تبي حد؟ نعمت الله ارطب اخلاص اخلاص وبمعان ويبري وخيرات الله كله وسكري. شو اللي يوزلك انت؟ لا اله الا الله. في ذمك اسمعوا يا من حضر. هذا ابوي اسمعوا يا من حضر. هذا الرطب زين هي هذا ما يسوى شف... هذا شو هذا طعم. ما تعرف انت هذا ما يسوى شو الطعم يا ويلك تقلدني. انا ذوقي يا ويلك هي هذا ما ينكل. هي لا فرق هذا هالسكري هالزين هذا ابوي احنا عليك شهود الاسبوع اللي طاف. هي هذا ما يشيء عنده زين. يا رك الله يا رك الله انت متخيل وانا متخيل. ابوي ضارب ابوي على اللخام ضارب ابوي على البد على القابط ما يعرف الرطب. ايش عرفها بالرطب هذا؟ ضاري على الشبع ضاري على النو. اكل ابنه بلاني ما اكل ابنه اكل ويطعم. انا تعرف اني مسوي دايت ما اكل الحين ولا ربعها. يا شباب طالعوا هذا مال هني مال البحر. شباب شبت فيهم حريجه. شوفه هذا وهذا واحد. اي نعم هذا كلذب ويسكري اسمه سكري. هذا رب ابو يا ها يا شريف حلجك. وين يا شريف حلجك يا ابوك؟ هذا كان قند يسرسح. خلي خلي ولي خلي ولي هذا هذا ابوي خرف خرف على خرف بدري. الحين انا بلقطها من مرزوق ولا ممكن الحين توني ما خبرتك انا شو تسوي؟ ليش يريد لازم اثنين مره؟ شوف اللحم خله بمشخله الثلج راح خلاص راح الثلج عنه فتش عنه الثلج. حط عليه ملح وكركم ما تغسله اللحم مثل ما هو لمدة ساعة. كم يركب ما في مشكلة. تنين خاشوقة ملح ثلاثة خاشوقة كركم وخلي داخل مشخلة واحد طرف ما يخلي داخل لقن داخل مشخلة لين ساعة ساعة ونص بنغسله بنحط له ابوي الخلطة مالت الشوي. سيب شوي سيب سيب سوي عليه خطأ زين
انت سوي شوف كيف نسيت انا بسوي انا بسوي اوكي انت بس ذهب لي كل شيء اوكي ذهب لي ثوم هكذا اوكي ثوم هكذا هي أربعة لو خمسة وزحب لي لا 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 زنجبيل ما نبي بس ثوم وزحب لي زحب زحب صبار ماي حار نسوي شوف انصبيت على اللحم محار خلي هو هذا ياكله يا ويلك لا يا رجال ما حد لا 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 ما حد ياكل مشوي كذي علينا انا راكب برا هي. في مغرب طه هي. انت على الثلج من مغربي مغرب انسي شو المشكله اوكي خلي لين فتح على الثلج روحه اوكي ما بتحط عليه ما مبزين لا الدياي ولا اللحم ولا السمك ممنوع ما تركب اي شيء لين انا اجيك ما عليك من هذا بعد انتم مسوين غداء مرزوق يا رجال مرقة صغيرة شو همك مرقة هامور مرقة هي مرقة هي ها بوي ما بصور عيستني مرزوق يعرف السكري والله ولا يعرفه يا رجال ها ضاري على الشبه ليش أنت مطلق يا بوي يا بوي أنت ليش أنت ما أقول لك أنتوا الثانيين الحين والله قسم ها قلت متحول العيوز أصبحت مستوي بس تعال يا يد ايش هذا عبد الله بن مرزوق ليش ما تبي تظهر على الاضواء يا ابويا هنا هذا وقتك انت هذا وقتك ابويا عبد الله بن مرزوق انت يا صليه صبر عبد الله بن مرزوق هذا وقتك ابوي انت تظهر هب وقت ابوك هذا ابوي وقته عدى الخطاب هي بارك الله فيكم قدانا مشواي ومقلى وعيش ابيض هذا شوف هذا مشواك شوف هذا مشواينا نحن زين بيت قوم هلال وهاي مرقة الهامور زين وشو هذا هذا ابوي نيسا وهذا مشوايكم انتوا ودوا ابوي العمال هذا ودوا العمال ليش مراضيم الملح صلف عليه صلف الملح هذا من هو نسيبه ليش عاد هالشكل انت حين انزين حين انت كل هذا توزع روحك هذا طبخ قوم مرزوق هذا عيش ابيض تشوفون اعطانا الله الله بالمستعان ها شوفوا عيشنا نحن هذا عيش بيت قوم هلال كله خير من الله لكن ما عليه انا طباخ هذا جديد الطباخ ما يعرف ان يدت بعسقه وبعد ما ياكل بصل ابيض مرزوق لازم البصل حمر اولا اصلي شوف حاله شوف يا سلام صب له خل بعد سوينا له هذا هذا ابوي كاتشب وعيش ابيض ابوي ها كاتشب بر مال مرزوق لا 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 ما قاعد يا ربي بيت. Excuse me. ما بالجش أنا أنا عيني أبو مجادي. شو هذه؟ أيوة. هاي صافيتي وحدة. حاسبها عليان. شيء وحدة طرف. لازم تخبرك مسوي رجيم. هذا كشف البارحة صيدك مخالف. إيه نعم هذا تشوفون صيد البارحة. صيد البارحة لكن ما بوايد وايد. تيستين الحمد لله. جو زيادة. الحمد لله. كمان بعد وايد. لا نعمي والحمد وشكر. بعد باجي وحدة يلا حاضر يلا بجي الخطة أكبر بس هذا كله أنا ما أكل ولا أصك ولا شيء منه بس ميك ما عندك مونة بتعطي محسن راس صافي ما يعرف اللي يا رجال محسن كله كاملها كامل ليش تحرك خشمك كيف يتحرك خشمك يا والله والله توني شفت حاشمك تحرك كيف منخارك يعني منخار تحرك زي جلمود الحين يلا حبنا بيتي في العافية يا إبراهيم إبراهيم شو اسمه محسن السوب هذا السوب مالي مرقة أبوي الهامور هاي عبارة السوب مالي هذا السوب مالي هاي سمعت المشواي وهاي السلطة الحمد لله مرلون ها شوف اللي ما يبقى برينج بيج جلاس فور ليمون مرقة أقول لك والله يا أبوكم ينهى ينهى يا أبوك الضاول الريج ينهى تطول للعمر متعة لا 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 ما أبوي يصب لك فطويس وتاكل وتشرب هاي يقول لك وهالعظيمات لازم الراس هاي بارت مصميص قال لي كلت قال لي هي قال لي مصمص قال لي لا لازم تمصميص العظام ما شفت مصميص عقب اليوم خلاص لا لا ها أنا صحيح خالد خل وصالونه وبصل وبصل مقلاه وحشوه لا اله الا الله هذا غدر وباليه
قدر وبالي وبانيان. لا اله الا الله. ما تخلي حد ياكل. كتب وعيش وصالونه ودهن ابوه فخاره وكتمبر ما ادري شو دهن عين ابوه. لازم تاكل شيء بعد شوي بعدين خليك عايش. يا رك الله بسم الله عليك الرحمن الرحيم. دمتكم احلى يشوفها ما يقول ها مقله. صيد متى؟ صيد الحينه هي حط حواني. نعم ها شوفوا يا غير تحرم مقله ولكن هم شوي لان شحمته فيه ويقلى بشحمه. شو يغدي يغدي يا سلام سلم اللهم صل على سيدنا محمد. شو ما زين من مسوي الشاي؟ ها شاي بافورية هذا يقولون عن شاي البافورية منو عنا يا سكر سك شو اسمه هيك شو لا بلا لا اقول بالمصري سكر بالمصري سكر ليه انت متعيب حافظ على ابو عبد الله يا سلام ما زين الا هالابتسامه ناخذه يبتسم اخي من بو ناخذه ابو ما يبتسم شو اللي فات هيه يلا شو سببكم يلا الباح يظهر لنا قرون باللي ليش بلن؟ احنا نص ساعه وانت ساكت وانت باك ما تشاركنا انا شاكك تعطي عضيه تتكلم عارف ايه مجنون بتي تكذب على الوادم ما تتكلم بتي تكذب على الوادم مفروض اني ريايل بالحاتي تصدق يعني خلاص بقى ما تتكلم يعني يسالونك عن عن البلد وتطورها وشو احسن عن الاقتصاد الاول وما ادري يسالونك انت يسالونك ابوي عن ولو هالبلد ولا تشاف البلد يا رجال اوه قال لك انا والله حمي كذوب قابضي خورت على الواد والله البلد ما نطفت شي ولسه زي ما كانت كذو ما تشذب ليش بلن احنا نص ساعة وانت ساكت وانت باك ما تشاركنا شاكك تعطي لي عضيه تقول تتكلم مش عارف ايه مجنون بتي تكذب على الوادم ما تتكلم بتي تكذب على الوادم مفروض اني ريايل بالحاتي تصدق يعني ما اعرفش حاجه طب خلاص بقيت ما تتكلم يعني يسالونك عن عن البلد وتطورها وشو احسن عن الاقتصاد الاول وما ادري يسالونك انت يسالونك ابوي عن ولو هالبلد ولا تتشاف البلد يا رجال اوه قال لك خلاص والله حمي كذوب قابضي خورت على الواد والله البلد ما نطفت شي ولسه زي ما كانت كذوب ما كذاب يا سلام يا ابو محمد السلام عليكم صباح الخير هذا البحر صح مساكم الله بالخير والنور والسرور. هالوقت من السنة كل سنة في هالوقت تكون عادة هاي يسمونها الماي العودة خلاص تصك العاف هذا دق العاف وين الشبع هذا مرة هذا أكثر مجال لها الماي هذا أكثر سجيلها الحين يعني عقب ساعتين شيء أو ثلاث ساعات مرة باجي على الساعة 9 أكبر كمية سجيل والصبح يكون أكبر مجال للثبر وين قرب البوي اللي هناك الحصة اللي في البحر كله يظهر هذا ساير النهار والجو والله لطيف زود حر حين رمسكم نص المساعة كان نص النهار وحين العصر
والحمد لله ما شيء زود حر انك يعني ما تروح تتنسخ حر النقاز بعده اظني باجي عنا اسبوعين او ثلاثة اسابيع انك ما تروح تتنسخ جد هذا حرنا اللي نحن عارفه ضارين عليه يعني. الحمد لله زين فنان ما شيء زود حر يعني نموت لا حر واهي ما تروح تتنسخ يموتون العرب هم يمشون من الحرورة كذا وهذا أنا محسك الراقد وعيته تودي الحين أتم هني البس الكتة اخطف ها البس الكتة والشورت الشورت من غير نعال شوف تسبح شوية 15 دقايق وقبض السيف هذا تعال هني طهر خاري ها وتقبض لين اليبه اللي هناك ها هناك هذا هي هذاك حتى نص ساعة ما بتاخذ لا 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 ما هي 10 كيلو بين 5 كيلو تقريبا ليل يبل هناك وبترد وسربعك ليل يبل هناك والله ما امزح والله ما انت في مكان الناس كلها جبل ذيب هناك بياكل تمشي تمشي يا لدوي ساعة ونص ساعتين ما عندك شغل خلاص زين ولما ترجع من يد المغرب يا ويلك ما عليك منه لا ايوه احسب لي وانت ساير كم بيت على يدك اليمين لين اليبل ومن تم بيت هلال هني لين شوي هات احسب لي كم بيت انا حاسب منهن اريد النتيجه الصح من اي يلا هذا هو ابا بدل ما يجلس رابض يتحرك يا رجال الناس تسير وتي بيموت من الجلسه مقرود ما يتودى بقعة يا ابو محمد البارحة يلا يلا ودى من عمارنا ما شلينا الربيان نقا ايش شلك برق برق الله يد يعني شلي نقر شلي نقر غرب الله تمحسن غرب الله تغرابين الصيد والله ولا ضحك من دخل داخل ما يندرى بيسمع الرمس ما بيسمع شدو 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 مالا يا الفريج مالا يا الفريج هذا أهم شيء هذا أهم شيء في الدنيا العود بدون المبوي ما حد لا يسير ولا يجي هل حمسة فقيرة؟ كل ظهرها نو قربان كل نو وهذا يضعفها ويتعبها فقيرة خلي منكم يحصل حمسة طريقة تبطيل سهلة هب تحطها من تحت لا عين شس العين يا مقول ها شسوا عينها كذا تبطل كذا راح هذه ها بدها لم تعال انت سايق ها هاي عاد جاي هي وعيالها نو هذه جاي هو عياله شوف هذا كل عاد يضرها ويتعبها بعدين ما شاء الله كل يتبطل هذا الحين كل ببطله برويكم اياها من عقب ما نظفها ان شاء الله هذا يوم الله فكها من النو ها شو ما زين ابدا شوفوا حينه رب العالمين فكها من النو اللي تعيدون مساعه ها شوف يوم يقولون خسك الله يا المنوي عقين ابوي عن هالنو طلعوا شوفوا ده عروس وين سرت نو تعدك ايه شفت حينه رقم واحد قلت عروس هذه ما شاء الله عليها يلا نزل ها صبر هلا صبر ايوه يلا نزل هني صور انت اصور نحن نصور بروح ايه مع السلامه مع السلامه ايه بدا عبد الله
هاي ها ها شوف النو يا الله فك الله سعيد من عمه تكت فقيرة ايه فداعت الله ربت الدج ما الله ما الله ما الله الله ياجرنا ان شاء الله مباراة يا رب العالمين عينك عليه عينك عليه عينك عليه عينك عليه ايوه هذا هو هذا هو المبروك ايوه 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 هذا عاد لبناني هذا لبناني لبناني اصلي باب اللبناني بعد من الجبيل يقول لك بعد نعم نعم من الجبيل وامه امه من جعيته اي ما تشوف هسه هذه يا سلام الخيبه ايوه بارك الله فيك بارك الله فيك ايوه خذ 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 ترى سامحونا ما بين الكبار الحين العادي بسيط يا حمار انت عاد ما اصوره شو صدق المتع هذا زقر اخوه قال الحق علي ترى ابوي ابو محمد ابوي ياسلنا وذا واحد ورا الثاني حلالي حلالي حلال حاضرين 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 للطيبين ايوه 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 هادو ها هادو من براطنا مصروخ ايوه على عمرك صد يا هني صور 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 هني ها شوف شوف الخير هذا ها ايوه هذا هذا المبروك هذا يا سلام يا سلام ها ما شاء الله تبارك الرحمن هذا فلبيني ما شاء الله حديج رقم واحد ايوه ايوه مرلو حرياسي شر حريسه ايوه بعد ايوه ابو محمد شو الصيد ايه ضرب ما تضرب ضرب ما تضرب مرحبا 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 والله مليون مرحبا يا سلام يا سلام يا سلام هذه ختم العود ختم قالت ابوي بودر الريل بعيال عن الله تصير الريل بلحق على اخوتي الريل ابوي ملحوق عليه اخوتي ابوي فدوبهم فدوبهم خيبه لا تمسح خلب الخيبه على الفشره على الفشره بعد انا راعي الفشره يوم ما بنا بس خلاص ها ذكر الله ذكر الله ذكر الله وين سرت؟ وحده كذا لحد الاخر وحده كذا لحد الاخر من هناك كم بيت؟ عديت شغلتي كبت 23 24 بيت ابعي ابعي شو يعني 24 ها؟ وانت فوق لا قول بالعربي 24 ما اسمع 24 بقول زين يلا كده 10 صدق والله؟ غسلت لك اللحمه وعملت كل حاجه سألت لك إياه هذا اللي حفظكم المشواي يلا عاد بسرعة هذا المشواي اللي أنا خبرتكم عنه هاي طريقة إن شاء الله على الطوايد ترويكم شو فيه وشو المكونات وشو الطريقة هذا المشواي اللي ما حد في الدنيا يروم أو ييسر بعد يسوي شراته أيوة هاي الخلطة خلطة سرية ما حد في الدنيا يعرفها مبتكرنها أكثر من 30 سنة والله يا أبوكم يرمسكم صدق ما بمال مزح ترى هاي الحم حم عربي مشواي طريقة التتبيلة هي اللي ما حد يعرفها أيوة بس الحين هذا زاهد يلا ريدي ريدي محمد يلا والعيش هذا ها انقبض عاد ايه تعال تعال شوف شوف بسرعة شوف نرميكم العيش العيش عيش مجبوس عيش مجبوس كل حبة على رأسه أعطني ملاس 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 هذا كل حبة وإن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين مستقبلا ها شوفوا ها. كل حبة كل حبة على رأسه ها. ها. تبارك الرحمن يلا يلا غرف غرف محمد تبارك هي هي سيدي غرف يلا الله جعلنا من الحيين أول الله ان شاء الله جريب برويكم شو طريقه المشواي هذا درويكم انا طريقه المشواي اللي هو الخلطه اللي في الصبار ولا انتم شايفكم نحب نسوي طبختين في ان واحد او اليوم وحده وباكر الثانيه لكن لازم تكون اللحمه عربيه اللحمه تكون عربيه شيء لا صار ولا استوى
إن شاء الله بتكون هذه طبخة تجوز لكم، بتجوز حق كل بيتي، هي بتجوز حق كل بيت، شيء لا صار ولا استوى. شفتوها أنتم من شكلها بي ما يبال الكلام، ترى شيء الإنسان عينه ميزانه من تشوف الشيء روح تعرف كان عدل أو مايل. بلاك أنت مساعة يوم هني تعال جاي. نعم يوم جيت بتشوف السمك مساعة. بالنهار. شو قال لك؟ أفر بفش بوا كان قال لي حاجة. ليه قفل في وشك الباب؟ انا اعرف لا الواد واقف كيف لقيته الباب اتقفل في وش ليه؟ بقولك انا دخلت معاه داخل يوم اصور سمك زين لما دخل المطبخ وبقولك انت قفلت الباب في وشك، قال عشان السمك ما يخافش ثم يخرب السمك ولا ينبيع ده في وش الباب. هو اتحرق من شويه ها محمد؟ هو يقول انت سكر الباب بساعة في وجهه ليش؟ تستاهل يعلك على وشك النوم على وشك النوم، لكن ما هن علي أرقد قبل طرت علي سالفة السفر الآمن. السفر الآمن كيف يعني؟ بيظهر من بيته بيسافر هو عياله ولا هو فريجه أيا كان، أهم ما يكون عليه سلامة بيته. يوم بيرد يرقد قدامه بيت، هبيرقد قدامه أبويه، شيء كان اسمه بيت. كيف بتقولون أني قلت هالرمزة؟ شيء كان اسمه بيت. البيبان، الدرايش، الكهرباء، الغاز، هاي أربع أشياء، البيبان، الدرايش، الكهرباء، الغاز، هذه أشياء إن أمنت تراك رديت على بيتك بخير وسهالة. وإن واحدة منهن أهملتن، أهملت واحدة من هالأربع شايات، احتمالية إن يستوي خراب أو عطل أو انفجار أو سلندرات ممزرة محطوطات في المطابخ، الوقت حار، وايد أشياء في احتمال أنك ترد ما تلقط عندك بيت. منو بيلفيك أنت وعيالك؟ نفر واحد بتزمن في فندق لين الله ورايه، لكن يوم أنت وفريجك وين بتدور؟ المفروض الواحد يشيك على أمور البيت كاملة. والله يحفظه، هاي الساعة يسمونها السفرة الآمنة، ترقد وانت مرتاح ما تحاتي شيء. لا تقول ابوي عمالي في بيتي ولا بشاتير ولا ناطور، احتمالية ان الناطور هذا واعد ربيعه، ساير ابوي سلمه، ساير شرق غرب، ما بنتبه، مهمل، مش امين، هذا وكل وارد. اذا انك انت ترى من همه الافتقد، لازم انك انت يكون روحك مشيك على كل كبيره وصغيره، وايد حتى لو كانوا دام في الثلاجات برايي ايش بتسوي؟ تفاعت بلا شله جسمه ولا طبخه جسمه قبل ما سافروا، انما تسير وتخلي الثلاجات، الفريزرات، الكنديشه، هاي امور كلها العرب اللي طاحت في تله من وراء الاهمال هذا. وايد ضروري ان الانسان من يظهر يكون مشيك على كل بيته، يطفي الأمور هذه كلها. هذا موضوع منو؟ اللي بيسيرون بطياير لكن اللي بيسير بسيائير سيطر يجبر نفس الشيء، لكن يزيد عادة مسؤولية اللي بيسير بر تازم مسؤوليته مسؤوليتين. اللي ناوي يسافر طريق بر، أول بادي تواير سيارته، وثاني شيء ابوي يشيك ضروري على الاوزان. هب تعمم سيارك لين عينها، ما تخلي شيء ابوي ما تشل. تبى تسير بلا مسلمين عيش تشل من ابو ظبي من الامارات تشل عيش، دنيا كلها عيوش، وين ما بتصير عيوش تشل عيش بسياره. هاي كل حكي مكلفت انك فيها عيالك وحرمك ولا لا، ها سفر، هاي رحله العذاب اسمها رحلة العداء. الرقاد وايد ضروري قبل ما تصير ترقد من الرقدات الفنان الغاوية، يكون تقبض الخط وانت مستريح ومريح، ما بساير الجاهد عيونك كأن حدار فيها بزار، لا. هذا أولا. توايرك على كل حال لا بد انه يكون الإيداد، حتى لو مرتبهن قبل أربع شهور يفضل انك ترتب تواير إيداد. الشارع شفته يطابخ ضوء جهنم قادي، نار الله الموقدة، وعدة أبوية
الإسعافات الأولية. لا تقول الحمد لله نحن شباب أو ما علينا باس، سبحان الله لقيتوا حد متعطل، ولأن عندكم مال الإسعافات الأولية. شريطة الإسعافات الأولية كبر الكف آيدين وما أدري شو، وهو ولزقا وهاي المرهم وما أدري شو ومقص وإبرة وفليت هذا الأزرق، بس شو فيها يعني هاي مال عدة مال الإسعافات الأولية؟ حتى ربع كيلو ما تشل. من سلامك وسلامة فريجك لويا وسلامة اللوادم اللي في الطريق لازم، وتاخذ بالك في الطريق لو ان الشارع مكتوب هالكثر سرعتين بغى تاخذ بالك، تركز في السواقة، لانه والله يا ابوكم ما البنادم ما شيء اغلى عليه من روحه، ترى روحه غالي، ولا ترموا بانفسكم في التهلكة. الله الله ابوي في عماركم.